صباح الخير وأهلا وسهلا بكم بفيديو جديد من ADS Securities. واليوم من جديد الحديث عن أهم الأحداث التي حصلت خلال تداولات يوم أمس، وأيضا عن أهم الأرقام المنتظرة خلال تداولات اليوم خلال فترتين التداولات الأوروبية والأمريكية. بالبداية، كان خلال الليل يوم أمس شهدنا محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، والذي أعطى نوع من لم يعطينا العديد من المعلومات الكثيرة بشكل واضح حول مستقبل تخفيف تيسير الكمي. لكن أرقام الـ ADP Non-Farm، أو ما هي أرقام القطاع الخاص أو أرقام الوظائف القطاع الخاص، أعطت نوع من التخوف للأسواق عن حول استمرار التيسير الكمي خلال الفترة المقبلة. لكن خلال فترة التداولات الآسيوية شهدنا نوع من الأرقام أيضا الاقتصادية المهمة من أستراليا. شهدنا انخفاض في البيلدينج أبروفلز، أو اللي هي تصاريح البناء، التي انخفضت بواقع 1.5% في نوفمبر من أصل انخفاضها أيضا بواقع 1.6 في أكتوبر الماضي. أستراليا أيضا شهدنا الريتيل سيلز أو مبيعات التجزئة ترتفع بواقع 0.7 في نوفمبر من أصل ارتفاعها بواقع 0.5 خلال أيضا الشهر الماضي بأكتوبر. في تشاينا أو في الصين شهدنا نوع من الانخفاض في معدلات التضخم مرة أخرى، لتنخفض إلى مستوى 2.5 أو 2.5% في ديسمبر بالمقارنة مع 3% خلال أكتوبر أو نوفمبر الماضي. خلال فترة التداولات الأوروبية اليوم لدينا فترة مهمة جدا ننتظر فيها تريد بالانس من فرنسا أولا، اللي هو أو الميزان التجاري، عجز الميزان التجاري من المتوقع أن ينخفض قليلا إلى ناقص 4.6 مليار في نوفمبر بالمقارنة مع 4.7 مليار في أكتوبر الماضي. أيضا من ألمانيا ننتظر الاندستريال برودكشن أو الإنتاج الصناعي من المتوقع أن يرتفع بواقع 1.6 بالمقارنة مع انخفاضه بواقع 1.2 خلال الشهر الماضي. من بريطانيا نتوقع أو تنتظر الأسواق تريد بالانس ديفيسيت سيربلس أو تريد بالانس ديفيسيت عفوا أو العجز في الميزان التجاري في المملكة المتحدة، من المتوقع أيضا أن ينخفض قليلا إلى ناقص 9.4 مليار في نوفمبر من أصل 9.7 في أكتوبر. خلال نفس الجلسة أو في نهاية قبل بداية الفترة الأمريكية ننتظر أرقام أو قرارات البنوك المركزية، البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي البريطاني، والذي من المتوقع أن يقوموا بالإبقاء على السياسات الحالية دون تغير في الوقت الحالي. لكن البنك المركزي الأوروبي في الوقت الحالي لا زال تحت الضغط أيضا من جديد لتخفيض أسعار الفائدة قريبا أو اتخاذ أي إجراءات جديدة لكبح جماح انكماش أو انخفاض معدلات التضخم التي وصلت إلى أدنى مستوى لها في التاريخ. قرار البنك المركزي البريطاني سيتم الإعلان عنه الساعة 13 بتوقيت غرينتش، وأيضا الـ ECB بالساعة 13 بتوقيت 13:45. خلال الفترة الأمريكية تنتظر جوبلس كليمز أو طلبات الإعانة بسبب البطالة، من المتوقع أن تنخفض قليلا إلى 337,000. وأيضا أخيرا من كندا بيلدينج بيرميتس أو اللي هو تصاريح البناء، من المتوقع أن تنخفض بواقع 2.3 في نوفمبر. هذا كل شيء لدينا، يمكنكم أيضا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لمزيد من التحليل والتقارير وأيضا الأخبار. شكرا للمتابعة، نراكم إن شاء الله يوم بعد.